يشرفني أصلاً عن نفسي ونيابةً عن كافة أعضاء مجلس الجماعة الوطني وعلى رعاية جلالتكم بهذه الجماعة بعد تقديم فضل الطاعة والولاء أن أرفع إلى مقام الحضرة الشريفة أسماء آلة الإخلاص والوفاء المفعمة بأغلى العواطف المحبة والولاء مؤكدين لسنتكم العالية لله تسبسنا الدائم من عرش العلوي المجيد وتجنداً المستمر وراء جلالتكم تغني عن المحدثات الوطنية وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المنشود مستنيرين بتوجيهاتكم السامية وخطواتكم المباركة. مولاي صاحب الجلالة عزكم الله، إن كافة رعاية جلالتكم سكان جماعة الوطنية لا يعتزون أي اعتزاز ويقدمون أي تقدير ما تقوم به جلالتكم من مزايا حميدة وما تبذلوا من جهود حثيثة من أجل بلوغ شعبكم الوفي مدارج ربه والرفعة والمناعة والتقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل تحقيق الوحدة الترابية في المملكة وترسيخ النهج الديمقراطي السليم لهذا البلد الأمين الذي تقتبسون نورا يظهر من عدالة الدين والتاريخ والحضارة التي يميز الشعب المغربي الأهم المتجلى وراءها برائكم. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.